في الساعات الماضية هجمت الفنانة حلاشيحة الفنان تامر حسني، وده بعد تجاهله ورفضه طلبها في منع عرض الفيديو كليب بتاع الأغنية الجديدة واللي بعنوان بحبك من فيلمهم الأخير مش أنا. ليعود الفنان تامر حسني ويرد على كلام الفنانة حلاشيحة ومهاجمتها ليه، فنزل بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحته الرسمية وقال: نهاركم جميل يا أغلى الناس، الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان في بيننا كل خير. للتوضيح، بما أنك يا حلا كتبتي البوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا، بدل ما كنت تكلميني شخصيا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو. أولا، أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل، ده ما حصلش أصلا يا حلا، مش أنا خالص اللي وعد واخلف. الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية وشلتها بالفعل وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاج عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتها لك، كلها موجودة. وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم، هو بالنسبة لك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب بيتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلا يا حلا. وبعدين هو مش أنت اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور ده بعينه؟ هو مش انتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولا حد اكبرك؟ وللتوضيح للجمهور الكريم، انا والمخرجة الاستاذة سارة وفي بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل اصدار الفيلم عشان لو عندك اي ملحوظة تقوليها، ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا. انتي للأسف يا حلا ما تعملتيش صح مع الموقف، كان لازم تهتمي بأمرك اكتر من كده، ولو كان ليكي اي طلب تاني كنت هعمله بكل حب، انما انت فجأة اختفيتي وما كملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان افيش الفيلم اصلا، وما خليتيناش نعرف نعمل افيش مجمع، وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا. وبعدين اي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية وانت عارفاها كويس ووافقتي عليها، وده كليب رومانسي، يعني معقول كنت عايزة المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني بقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلا؟ هو ده يعقل؟ أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقة، ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا، واحتراما لحاجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستهلش منك كده، وهكتفي بالتوضيح ده وربنا يهدي الجميع ويكتب لك الخير، اللهم أمين.